أما عن أقل زمن الاعتكاف فليس فيه نص صريح، إنما الوارد أن عمر قال: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، فأقله ليلة. إلا أن من أهل العلم من قال: معنى الاعتكاف طول الملازمة وطول المكث، فيحمل ذلك على أن من جلس 3 ساعات أو 4 ساعات شيئا نسبيا له أن يعتكف. أما من ناحية الدليل فالذي أعلمه في الباب قول عمر للنبي: نذرت أن أعتكف ليلة، وفي رواية: يوما في الجاهلية يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. أما الاعتكاف فيستحب أن يكون في المسجد الذي فيه جمعة تقام، وذلك حتى لا يخرج من المسجد، بارك الله فيك، والله أعلم.